ودنا أولا تطلعنا على يعني إجراءات الفريق الطبي الموجود هنا وما هي الخدمات اللي يقدمها غير أخذ اللقاح. صحيح، الله يعطيك العافية أستاذ طارق وأحيي مشاهدي قناة الأخبارية. طبعا احنا شكلنا فريق من التجمع الصحي الأول، مهمة الفريق هو تنظيم هذا الحدث بشكل أساسي. كل قائد في هذا الفريق عنده مجموعة أو ورشة عمل. أنا بالنسبة لي أوكلت لي مهمة أنا قائد فريق خدمات الطبية الإسعافية والتحكم بالكوارث وكذلك توفير الموارد أو الكوادر الطبية. إحنا في الدرجة الأولى والمهمة بالنسبة لنا هو أن يكون الحفاظ على سلامة وصحة المراجعين والموجودين في التجمع. طبعا لما يجي المريض او خلينا نقول المراجع ب يعني بشكل ادق، اول شيء يتم تسجيله وبعدين ياخذ الى اماكن التطعيمات. احنا مهمتنا تبدا ككادر طبي بعد التطعيم، يتم ملاحظة المراجع لفترة من الزمن، التأكد من عدم وجود أي أعراض سواء كانت أعراض بسبب حالاتهم المزمنة أو بسبب مضاعفات يعني لا سمح الله. في حال أنه هذا سير الأمور كانت مستقرة، خلاص المريض أو المراجع يسمح له بالخروج. في حال لا سمح الله حدثت أي مضاعفات طبية، احنا موجودين معنا أطباء ذو كفاءة عالية. احنا اخترنا أطباء من طب الطوارئ ومن التخدير ومن العناية المركزة بحيث أنه عندهم الخبرة الكافية للتعامل مع أي حالة طارئة لا سمح الله، ووفرنا لهم جميع الإمكانيات اللازمة من سواء أدوية أو خدمات أو مواد طبية. دكتور مهند، لو سألتك، ولله الحمد إلى الآن لم تسجل أي حالة في هذا المركز منذ يعني بدأ من الصباح، ولكن لا سمح الله لو صار أي ملاحظة، كيف يتم التنسيق ما بينكم وما بين الجهات الطبية لو استدعى الأمر ذلك خارج يعني نقله إلى مكان آخر أو شيء زي ذلك؟ صحيح، طبعا هذه جزء من طبعا احنا عملنا ينقسم إلى قسمين، يتعلق بالجزء الروتيني ويتعلق بحالات الطوارئ أو الأزمات لا سمح الله. كل جهة عمل لها خطط معينة تم تنسيقها بالفعل من قبل، يعني احنا حددنا الأطقم الطبية والسيارات الإسعاف الموجودة، أماكن تواجدها وساعات عملها، وكذلك تم التواصل مع المستشفيات والتنسيق معهم من فترة قبل افتتاح الحدث بحيث أنه لا سمح الله إذا حدث أي حالات طبية تنقل إلى هذه الجهات. الربط بين المستشفيات تم طبعا قبل تفعيل هذا الحدث باجتماعات وتوفير وسائل الاتصال سواء كانت بالراديو سواء كانت بالهاتف المباشر، يعني هذا جزء من اللي يسمونه الرابيد ريسبونس أو التدخل السريع. هذا الخطط كلها موضوعها بإذن الله. دكتور، التخصصات اللي موجودة هنا ذكرتها هي طوارئ وعناية مركزة وأيضا تخدير، كم عدد تقريبا الطاقم الطبي الموجود هنا اللي يباشر يعني الحالات في هذا الجانب؟ والله هو صعب حصرهم بشكل يعني دقيق حاليا لأن العدد في ازدياد. احنا عندنا كوادر طبية جيدة جدا وعندنا متطوعين يأتون بشكل مستمر يعني يقدمون أنفسهم بحيث أنه يريدون العمل في هذا الحدث بشكل تطوعي. احنا طبعا مهمتنا أن نراجع مؤهلاتهم ونتأكد من أنهم يستطيعون توفير العناية الفائقة واللي احنا نطمح إليها، ولذلك أنا ما أقدر أعطيك رقم محدد للأمانة، لكن في عدد كبير وكافي الحمد لله. المدة الزمنية اللي بعد ما يأخذ المواطن والمقيم التطعيمة والانتظار كم تقريبا يعني بالمتوسط نقول، لكن تقريبا كم يعني يبقى ينتظر حتى يعني يكون هو يعني في الأمان ويقدر يطلع؟ طبعا يعتمد من حالة لحالة، لكن أغلب الحالات نتكلم عن جزء كبير جدا من الحالات يتم مراقبتها لفترة 15 دقيقة. في حال عدم حدوث أي أعراض لا سمح الله في تلك الفترة، احتمالية حدوث أي أعراض بعد ذلك يعني تقل بشكل كبير. هذا من ناحية أغلب المراجعين، لكن في بعض الحالات اللي يكون يعني كبار السن أو عندهم أعراض مزمنة سابقة، إذا كان في لوحظ أي علامات تعب إحنا نتابعهم لفترة أطول. طبعا ما في مدة محددة، إحنا دائما نعطي الأطباء يعني نقول لهم خذوا الوقت الكافي وتابعوهم بالدرجة العلمية يعني المعروفة. كيف يتم يعني معرفة أن هذا يعني واحد بتعرض لا سمح الله لحاله وشيء، كيف تعرفونه أو هل في مؤشر، هل في شيء يعني؟ صحيح، طبعا هذا جزء من العمل الروتيني في للأطباء والممرضين. أول شيء يعني الأسئلة للمريض وأخذ العلامات الحيوية. بالضبط، نعم.
شكرا دكتور. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك. حسن، هذا ما كان لدينا مع الدكتور المهند عيضة رئيس الفريق الطبي في مركز معارض الظهران. أكد لنا أنه الفريق الطبي جاهز على تم الاستعداد لمواجهة أي شيء يواجه المرتادين لهذا المركز والمستفيدين من الخدمات التي تقدم بشكل احترافي وبشكل عالي جدا وممنهج، وأيضا نعم. بالتنسيق مع بقية الجهات ذات الاختصاص، لا سمح الله ولا قدر الله لو حدث أي طارئ. ابقى معي طارق، ننتقل للرياض وخالد التميمي لنرى الوضع من كاميرته. كيف تسير الأمور خالد لديك في الرياض في مركز تلقي اللقاحات؟ نعم، مساء الخير لك حسن ولمتابعي شاشة الإخبارية. بالفعل تواجد الآن بداخل مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. هذا المركز الذي يضم بين جنبات العديد من عيادات التطعيم والتي تستقبل طالبي اللقاحات ممن وافقت عليهم وزارة الصحة وممن يستوفون لكافة الشروط في المرحلة الأولى. طبعا بجانبي الآن أحد الأشخاص اللي قاموا اليوم بأخذ اللقاح، الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي، عضو مجلس الشورى السابق. أهلا وسهلا بك أستاذ حمد، سعيدين جدا بتواجدك معنا على شاشة الإخبارية. خليني أسألك اليوم، بما أنك يعني نويت أن تخطو هذه الخطوة وتأخذ اللقاح، ودي تعطينا كيف كانت سير عملية أخذ اللقاح معك منذ البداية حتى أن وصلنا إلى هذه اللحظة؟ أبشر. أولا بدأ أقول يا أخي أنه تعامل المملكة العربية السعودية مع فيروس كورونا تعامل راقي جدا، سواء على مستوى الاحترازات، مستوى اهتمام وزارة الصحة، كل الخدمات الحقيقة اللي قدمت للمواطن والمقيم في الوطن كانت من أسباب في الواقع وصولنا إلى هذه الدرجة المنخفضة جدا من إصابات كورونا، والأرقام هي اللي تتحدث. هذه التجربة لم نشهد بها نحن كسعوديين، بل شهد بها العالم، منظمة الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية. المملكة العربية السعودية كما قال خادم الحرمين الشريفين أول ما بدأت كورونا وبدأ انتشارها، قال في كلمته أنه نحن سنوفر كل الإمكانات من أجل سلامة الإنسان في هذه الأرض. سمو ولي العهد كان كما أسمع وأقرأ يتابع مع كل جهة في الصحة، في الداخلية، في كل يتابع، وكان رهانه ورسالتي يقدمها أن الإنسان أولا سعودي مقيم حتى وخالفين. ولا أعتقد أن أمر يحصل إلا في المملكة الإنسانية مثل هذا الاهتمام والحرص على كل إنسان. من تجربتي، أنا تم الاتصال بي للتطعيم وتحدد الموعد وجئت بنفس اليوم، وجدت الأخوة المواطنين والأخوات، مكان جميل معرض الرياض، تحدنا على الرياض، تحس أنه فيه عناية في النظافة، في الخدمات، في كل يعني ما يشعرك بمزيد من السكينة وأنت تدخل المعارض. وفعلا خلال دقائق كان هناك مر السعودي سوى التطعيم، والله لم أشعر بها، يعني كنت يمكن أقل من تطعيم أو أثر تطعيم الإنفلونزا العادية. بعد التطعيم يقولك انتظر لك 15 دقيقة وثم توكل على الله. هذا اللي صار بالنسبة لي، وأنا الآن أتحدث من موقع الحدث. أنا تفضل اسمح لي بس أنا أسألك أستاذ حمد، عفوا على المقاطعة، لكن هل كان هناك بعض الآلام يعني حسيت فيها لما أخذت اللقاح؟ والله لم أشعر بأي شيء الحقيقة، حتى مكان التطعيم والله لم أشعر به. وأنا الآن إذا كنت تحدثت في لقاءات سابقة أو في تويتر أو في مقالات من ناحية زرع الطمأنينة في قلوب الناس ويجب أن نفرح باللقاح وكذا، سأتحدث عن ذلك. أنا الآن ليس تنظيرا ولكن من واقع التجربة التي عشتها، وهنا الرسالة التي أقدمها. ولهذا أنا أقول لإخوة المواطنين وإخوة المقيمين، اتكوا على الله وطعموا. فنحن أولا مؤمنون في نصنا القرآني المقدس، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فنحن الآن هذا اللقاح ساقه الله لنا، حكومتنا لم تستورد هذا اللقاح إلا بعد عن طريق وزارة الصحة اطمأنت تمام الاطمئنان،
وأضرب لكم مثل، وسمو ولي العهد عندما طعم لو كان فيها أدنى خطور ما طعم الحقيقة، وهو قدوة. وزير الصحة المعني بهذه الكورونا وغيرها من النواحي الصحية طعم، وغيره آخرون. ولهذا نقول اتكوا على الله وطعموا. هذا يجب نحمد الله أنه توفر لنا اللقاح، وأن حكومتنا وفرت من الإمكانات المادية لاستيراده قبل غيره، وكما قرأت أنه سيعمم في بداية شهر يناير على مناطق المملكة. لكن أنا أتساءل عن بعض الذين يزرعون الخطوة في مواقع التواصل، وردت في أكثر من تغريدة، أقول يعني بدل ما تزرعوا الخوف ازرعوا الطمأنينة. يعني ممكن نخاف من كورونا وآثاره طبيعي، لكن أن نخاف من علاج هذا غير طبيعي. فأنا أقول هذه تجربتي وتجربة غيري، تجربة الحمد لله ممتازة، وإن شاء الله النتائج للجميع تكون مبشرة. وكما قال الدكتور توفيق الربيعة، اللقاح هو آخر مرحلة احترازية، بمعنى أننا إن شاء الله نصفر ويرحل فيروس كورونا إلى غير رجعة. فبقي أن نترك التشكيك ونثق بوزارة الصحة ونثق بأي إجراء يتم، والدليل الاحترازات التي تم تطبيقها. والحقيقة أنا أشيد بإخوة المواطنين، ما عدا استثناءات الآن، لو تلاحظ ما تجد إنسان لابس الكمامة، تجد التباعد الآن موجود في المساجد في الأسواق، ما عدا طبعا استثناءات، ما تستطيع أن الناس كلهم يكونوا يطبقون أي نظام، لا بد استثناءات. لكن كان من أثارها النتائج الإيجابية، وليظل إن شاء الإنسان في هذا الوطن آمن في وطنه، آمن على صحته، آمن على كل أمور حياته. اتكوا على الله واطمئنوا وطعموا، والله والذي يكتب الشفاء والعافية للجميع. نعم الله. يعني بالفعل أستاذ حمد، لو كانت هناك أصلا خطورة لما أقدمت على هذه الخطوة. وصلنا إلى نهاية اللقاء معك، احنا سعيدين جدا. أستاذ حمد القاضي، عضو مجلس الشورى سابق، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم بالإخبارية أني قدمت، يعني أسهمت في تقديم رسالة اطمئنان أو خطاب طمأنة للناس، اللي إن شاء الله يرحل هذا الفيروس من بلادنا. شكرا. نعم حسن، يعني كانت هذه كلمات أحد الأشخاص اللي قاموا بإجراء أو أخذ اللقاح لهذا اليوم. طبعا الإجراءات هنا تسير وفق احترازات صحية عالية ووفق خطة تنظيمية سلسة وعلى أكمل وجه، منذ أن يدخل طالب هذا اللقاح من البوابة حتى يخرج من البوابة الأخرى وهو يحمل باقة الورد. شكرا لكما مراسلا الإخبارية من الرياض خالد التميمي، ومراسلنا كذلك من الظهران طارق الغامدي، شكرا لكما.